أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في 3 أميال أو 3 فراسخ، فكيف الجمع فيما بين هذا القول وبين أنه لا بد في السفر من 80 كيلو؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها محرم. سمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليومين سفرا يحتاج إلى محرم، فدل على أن المسافة يومين، واليومين 80 كيلو، في اليوم 40 كيلو، مرحلتان أخذوه من هذا. وبعض العلماء يقول مطلق السفر ما يسمى سفرا، والميلين ليست سفرا، الميلين ليست سفرا، ما يسمى سفرا في عرف الناس، ولا يسمى سفر إلا ما بلغ مسافة طويلة وأخذ له الزاد والمزاد. أما الميل والميلين هذا ما يؤخذ له زاد ولا مزاد، ولا يسمى سفرا في عرف الناس. الله جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الذي يخرج ميل هذا ما ضرب في الأرض ولا سافر، هذا عند البلد.